تحية طيبة وأهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أصدر قاضي التحقيق اليوم بطاقة إذاعة بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية تقدم بها المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز زواري، اتهم فيها الهاني بنسب معلومات زائفة في حقه. وقد سادت حالة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد من المواطنين الذين جاءوا اليوم لمساندة الصحفي زياد الهاني في محيط قصر العدالة، وذلك بعد الإعلان عن إصدار بطاقة إذاعة بالسجن في حقه. وقد طالب الحاضرون بإطلاق سراح الهاني وسط تواجد أمني مكثف. أعلن الوكيل العام لنزاعات الدولة اليوم تراجع عن الشكاية المقدمة ضد الصحفي زهير الجيس ومدير إذاعة إكسبريس أف أم والمسؤول على صفحة واب الإذاعة بعد الشكوى التي تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ضد الجيس، مع العلم أن الصحفي زهير الجيس قد مثل اليوم أمام قاضي تحقيق بسبب قضية رفعتها رئاسة الجمهورية ضد المحلل اللبناني سالم زهران الذي سبق له أن تقدم بتصريحات في برنامج من ترشيد الجيس. قرر قاضي التحقيق اليوم تأجيل النظر في قضية صاحب قناة الحوار التونسي طاهر بن حسين إلى يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع بخصوص التهم الموجهة والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصيان. هذه اليوم القضية نتاع اليوم اللي دائما تآمر تم تأجيلها اليوم 30 من شهر سبتمبر. طبعا معناها كخلاصة عندي قضية نهار 19، قضية نهار 20، وقضية نهار 30، وإن شاء الله إذا نوب ربي ندبروا حويجة في أكتوبر. أيضا قامت اليوم كل من النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بمشاركة حركة تخنقتونا وحركة تمرد، نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة للتنديد بمحاكمة الإعلاميين والمبدعين ومصادرة حرية التعبير. ويأتي هذا التحرك حسب البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام لمساندة الصحفيين زياد الهاني وزهير الجيس والفنان نصر الدين السهيلي. أعلن النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي أمس قرارهم رفع شكاية ضد رئيس الحكومة علي العريض بتهمة إخفاء معلومات حول اغتيال الشهيد محمد البراهمي، كما دعا النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مسؤولية الحكومة في الجريمة بعد أن كشفت لجنة المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بالعيد يوم أمس عن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية قد تم إخفاؤها تفيد بوصول معلومات من جهة مخابراتية أجنبية تؤكد أن البراهمي سيتعرض للاغتيال من قبل مجموعة سلفية. وبهذا نصل لنهاية هذا الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.